أنها بيكون الخصم عليك خفيف. خطأي أنا بعترف وبعتذر كل حاجة. لا تسألني أنا الخطأ غير. طيب ممتاز. بالنسبة لفقرة البليغرو اللي اليوم جت بتقديم وليد قشران، أبدع فيها في فكرتها في أدائها في حماسها، ولكن كان عند البعض بعض الانتقادات. فهد، أنا أولاً أشكر وليد، أشكر فريق الإعداد على صناعة هذه الفكرة بمشاركة وليد. فكرة خارج الصندوق، متكاملة، جيدة. كان عندي بس انتقادين عليها. الانتقاد الأول اللي هو التمطيط اللي صار فيها، كان فيها طالت طالت لين خلاص صار ممل. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا عندي ملاحظة قديمة على وليد وأكررها الآن. وليد عنده مشكلة اللي هي مشكلة التقمص. ماذا؟ وليد في نسخ سابقة تقمص شخصية إبراهيم المعيدي، يجيب كاركتر سيناريو محدد ويطبق على المتسابقين اللي المتواجدين في النمونيه أو البليغرو أو طيب. أيا كان اسمه، قلد إبراهيم المعيدي في نفس الكاركترات، ما سلكت معه. بعدين جت فكرة البليغرو اللي هي خلف الباب واحد يخرج، قام أخذ من أخذ دور زياد الشهري، يجلس في الوسط بين اثنين ويقول له بيت من أغنية معروفة وبكل مدريش قال خالد الجعدبي إلى خلف الباب. هل تقمص الشخصية وليد؟ إيه؟ لا، تقمص شخصية زياد، بلع زياد، أكل زياد. زياد الآن في وليد، وليد وفي زياد. حلو؟ طيب. يعني عندنا صار كم معنا زياد واحد. صحيح. الحين صار معنا زياد. وليد زيادة الخير خيرين أخي. لا 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 لا, لا شوف شوف، كل زيادة الخير إلا زيادة زياد. شلا. وليد أنت يعني مفكر مبدع، ليش تقعد تقلد إبراهيم المعيدي مرة، تقلد زياد مرة؟ يا أخي أفكارك جميلة، لكن لا تكون كوبي بيست من مقدمين قبلك. لا تنقل التمثيل اللي أنت متعود عليه اللي هو التقليد، أعتقد أنه خلاص تقليد صار في دمه، ما عاد يقدر. لازم يقلد مرة سلطان الميلي، لازم يقلد زياد، لازم يقلد المعيدي. ما أنا ما عمري شفت وليد في شخصيته الحقيقية. بالعكس ايش؟ قلت زياد اليوم يا اخوي، هو مثل لاعب كرة، تجيب مهاجم هنا تحط مهاجم هنا. لا فرق يتكلم عن، شوف انا ما تكلم نقطة فهد بس عشان اوضح نقطة فهد، اني انا انت اذا مهاجم عندي مقدم يقول اخذ كاركتر وشخصية زياد تعثر منها وجاء طبقها اليوم على الهواء، هذا كلام فهد. انا ما اشوف نقطة، لان الفرق ما تشوف انه شيء، خلاص من حقك. طيب دقيقة، الاعتراض لمجرد الاعتراض غلط، لكن تبغى اعتراض باقتناع. تبين اقول لك ليش يعني؟ ابغى اخلص وبقول ليش. تفضل. لا خلص اي مخلص عندك شيء؟ لا عندك. انا اشوف ناوي بس ولا عندك الفقره بشكل عام اليتها جميله، بس الانتقاد فيها ودي انه تخلى من عنصر الاثاره اللي صار بالفقره حق زياد. حلو، عنصر الاثاره حق مين؟ زياد. طيب لا تغير الكلام على كيفك. انا ودي انه تخلص من فقره من عنصر الاثاره بالحلقه هذه فقط، عشان تتضح الصورة للمتابع ويفهمون. طيب ما يقعد فلان يقوموا فلان، وهذا صارت فيه إشكالية. صح. روح عند بر الأمان، تعال عند بحر جدة، مدري وين تروح. تشوفون كان في مشكلة فنية اليوم، مثلاً قال سعيد الخليفي أنت برايم اللي يقروا طلعت. إيه؟ ما كنا نشوف ردة سعيد مثلاً. ردة سعيد. يروح يدخل والكاميرا وراه، نبغى طيب نحتاج رياكشن المتابع. شفنا ردة فعل. نبغى نشوفه في الغ. شفنا مضحك. إيه ردة فعل. الأفكار وليد دائماً مميزة. وتميزها هذه مميزة. وتميزها دائما اعذرني يجي في تعقيدها، انها تجي معقده تحتاج الى انا بشرح إيه بشرح لها الحاجه الوحيده اللي عتبت على وليد او حاجتين اللي هي التمطيط، او يا وليد اطلع بشخصيتك مو لازم تدلدح. شكرا لك عزيز. ايش حاب تقول؟ الفقره جميله جدا، وفكرتها جديده وحلوه. ترى مثل ما قال التميز في الاختلاف، انت جاي فقره مختلفه يا اخي، ما هي مثل اي فقره. بنفس الوقت عندك أنت حاجة قوية في البرنامج، عندك شيء موجود في البرايم وشيء موجود في فقرتك اللي هو خروج شخص خلف الباب، ترى هذا عامل قوي جدا في نجاح فقرتك. يا سلام، حرام تقتله الإثارة البايخة. طيب. اليوم طلع فقرته من جو التوتر إلى جو الملل. طيب مليت. بس بقول شيء، أنا عندي تنويه مهم بالنسبة لي يعني كان فيها ميزات وكانت حلوة. صح. وكان فيها جو إنك تأخذ نقاط من الأسبوع الجاي. محمد مفرح خصم عليك 5000 نقطة، يعني لو تجيب كم نقطة ما راح تطلع من البرايم. أنا عتبي عليك أنك أخذت 1000 من الأسبوع الجاي وأنت أصلاً برايم واضح، خصم 5000 خصم قوي جداً. سلمان ملهي قال له الأخوياء اللي معه خلاص أنا برايم خصموا علي، قالوا لا، إلين في الأخير انخصم عليهم كلهم، وهذا خطأ كبير. يعني الأولى يبي تجمع خلاص. سلمان قال لا، سلمان ما قصر،
قال خلاص انا اخذ الخصم، انا اخذت الخصم. لا لا لا، السؤال واضح. اللي هو السؤال واضح، انت يا سلمان اللي اخترت، اختر واحد فالاختيار. لا لا لا، طب انا سالت هل يحق لي سلمان؟ لا، اختار هو، اختار نفسه. سلمان قال انا، بس اكدوا لي، قالوا لا عارض اخويا، قالوا لا ما هو انت. طيب ايش اسوي انا برايم؟ اي معناته سلمان ما اخطا عليه، ما اخطا، هم اللي اخطوا على سلمان. طبعا يا شباب، بما انك تعم على يعني فريقك ومجموعتك وغروبك الاشكاليه وانتم يعني مع واحد من الليدرات، خلاص سلمان برايم قال حطوني خصم، انا اشيل خصم 500. ما قصر، ما فرقت معه، هو مخصوم عليه 5000. كذلك شو اسمه سعود الحوشان، هو خذ الالف سلف سعود الحوشان، ولا اخذ الف، اخذ الف كلهم سعود. لا لا لا، محمد مفرح، محمد مفرح اخذ الالف، تكلمت عنه صح؟ انت معنا يا محمد. اي اي صح، الف وعنده خصم 5000، لان مسجل عند الحوشان. يعني كان يحتاجها الاسبوع الجاي. مش الف وعنده خط، اعتقد الخصم هذا ال 5000 الظاهر، بقي عندنا خصم خفي ترى. صح، ممتاز. هو اللي ودى خالد اليوم وخلف الباب ايش؟ خالد الجعدبي. أيوة، نبي نتكلم عن خالد الجعدبي. انا اسمح لي اوضح لكم، كان خلف الباب. انا عندي ونبي نتكلم ان في خصومات خفيه. ولا انا بتقمص الان فامي، يعني مثل ما يتقمص ولد قشان شخصيه زياد شخصيه، انا بتقمص شخصيه فامي. حلو اني اتقمص شخصيه نفسي، لا اتقمص شخصيات الغير. حلو. ها، خالد الجعدبي كان عنده دخول للكنترول وخصمه 3000. الكنترول طيب، مسجل المخالفات. نعم مسجل، ممتاز. كان عنده الفاظ طلعنا عليها فاصلات، طلعت فواصل يصل بعضها خصمه الى 2000 نقطه تقريبا، 3 أو 4000. يعني انت تتكلم عن حدود 8000 الى 9000 نقطه خصم خفي. هذا خلص خلص البرنامج ماسك الباب. اي يعني عنده دقيقه، هذا عنده دقيقه عنده لفظ. لا لا بدون، بعنا عادي ما عندي. لا لا لا، نتجاوزها فهد، نتجاوزها. لا نتجاوزها، ارجوك. اللي وصلتنا ارجوك. خالد الجعدبي جميع المتسابقين دائم نتكلم على الخصم الخفي. ما بنعتذر يا طبعا. خالد هو اقل نقاط في مجموعه